مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير المجدرة الصفراء. عندي نص ملعقة صغيرة كمون، ملح، بصل صغير مقطعة بهيدا الشكل، ربع كوب رز، كوبين عدس اصفر، زيت نباتي، مي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط زيت بالطنجرة حوالي ربع كوب كمان، وبحط البصلة، بقلي البصلة على الغاز. بصرت البصلة بهيدا الشكل، هلا بحط العدس. بحط الرز كمان، حرك شوي، وبحط المي. بسم الله، كمان رش صغيرة ملح حسب الرغبة، الملح أكيد. وبحط الكمون، حرك شوي. هلا بتركها تغلي. بس غلو، هلا بعد بدي احط لهم مي. حطيت 3 كواب مي، رجعت فوقهم، بحركهم وبخفف الغاز وبغطيهم. بعد حوالي 10 دقايق بتاكد من المجدرة اذا خلصت. بسم الله، حرك شوي، صارت جاهزة لحطها بالصحون. بعبي بالصحن. المقادير اللي عملناها للمجدرة: كوبين عدس، 5 كواب ونص مي، ربع كوب رز، ربع كوب زيت نباتي، نص ملعقة صغيرة كمون، وملح حسب الرغبة. بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم، طريقتها جدا سهلة وسريعة. If you want to see this recipe, it's in the description box. Bye bye.